أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في يونيو بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين. يأتي ذلك بعدما عززت الحكومة مالياتها من خلال مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. ارتفع إجمالي صادرات قطر بنسبة 9.9% في يونيو الماضي على أساس سنوي لتسجل 29 مليار و480 مليون ريال قطري. ووفقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوطني للتخطيط، بلغ إجمالي واردات قطر 9 مليارات و900 مليون ريال في يونيو بزيادة قدرها 5.1% على أساس سنوي. تستعد روسيا لإطلاق مبادرة التكنولوجيات النووية والطاقة الجديدة بتكلفة قدرها 25 مليار دولار حتى عام 2030 بهدف تحقيق سيادة التكنولوجيا في قطاع الطاقة. تشمل المبادرة 10 مشاريع تهدف إلى دفع روسيا إلى دخول قائمة العشر الأوائل من حيث حجم الأبحاث العلمية وأعمال التصميم التجريبي، ذلك بالإضافة إلى زيادة نسبة الإنفاق المحلي على هذه الأغراض إلى 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.